السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة أبو الدحداح. اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور. فذهب ذاك اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يتنازل عن نخلته لليتيم فأبى، فطلب النبي أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى. وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحصل، ولقى رأى رفض الرجل هاته العروض كلها رغم أن فيها من نيل الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال أبو الدحداح تلك النخلة بالجنة.